ساديو ماني صباح هذا اليوم وسادتي نرجو للجميع ان يتغطي وبعد ذلك على اليسار المحاوله عينويه لكن كريستيانو في دوري ابطال اسيا على بعد ثلاث العين في هذه او ثاني هدف في العين في هذه النسخه من البطوله بشكل جيد لكن حذاري من اي اخطاء كان ان يقدم عبد المجيد الصليهم كره اماميه محاوله خطيره رحيمي امام التغطيه يبدو ان هنالك اي شيء في هذه اللقطه مع امريك لابورت وبعد ذلك للحارس دافيد اوسبينا من عن سفيان لكن الخروج دافيد اوسبينا يلم الفريق هذه لمسه خطيره باتجاه سفيان تسديده لكنها بعد ذلك مرمى كره رحيمي بعد ذلك الى سفيان رحيمي يلعب كره عرضيه امكانيات كبيره كره اماميه خطيره وتسديده اوسبينا تدخل بروعه كبيره لقطه خطيره خط رحيمي كان في هذه اللقطه هذه القمه كره اماميه خطيره باتجاه سفيان ولكن التحقيق في الشوط الاول الجبل لص الكرة بعد ذلك إلى ركنية ينتظر هدف أول في هذه القمة كرة تصل إلى سيا مرة أخرى عرضية خطيرة وكرة في المرمى لمساعة كاكو هدف أول عينا هذه اللقطة اللي يقصدها اللي يتكلم عنها مع قرر نعم تسلل في هذه اللقطة تالي يلغى هدف العين في هذه من يحيى على مرتين أيمن يحيى وبعد ذلك لمساعة سفيان مرة أخرى أمام الأجامي يكسب الخلافية لكن الدفاع لازال يتدخل في هذه كاكو بينية ذكية خطيرة عينوية وكرة بهدف لمصعد سفيان رحيمي بعمل رائع في اللقطة الماضية لا أعلم مرة أخرى إذا كان سفيان في مكان التسلل لكنه يسجل هدفا رائعا للغاية في شباك النصر بعد تمريرة يكون هنالك أي تسلل في اللقطة لكن عمل كبير جدا قائم أمامية سفيان يصل كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة من جانب نعم تسلل واضح في هذه اللقطة على سفيان رحيل دكة البدلاء كرة لمصعة لابورت خطأ ضد رحيمي وإنذار كوامي كواديو طويلة باتجاه رحيمي تد بالإمكان أفضل من مكان المرتدة لم تكتمل مع العمري عذاري من هذه اللقطة برافو عبد الإله تغطية من جانب عبد الإله رحيمي أمامية كرة من جانب كاكو رحيمي فيها تسلل نعم تسلل عتي رحيمي في جهة اليسرى سفيان في مكان خطير ومحاولة بكرة عرضية داخل مكان كرة طويلة خلف المدافعين خطيرة باتجاه سفيان رحيمي يصل كرة داخل منطقة ذلك في اللمسة الكرة للخيبري ثم ساند الكافية نشوف رونالدو يخرج في من أماكن من مناطق في مرات عديدة سفيان يحاول كاكو في المساحة في التمريرة في الكرة الأمامية خطيرة وسفيان رحيمي كرة وهدف عيناوي ثاني يلغى بداعي التسلل يلغى بداعي التسلل نعم في اللقطة الماضية كرة كانت خطيرة خطيرة جدا في أحداث هذا اللي قصروا تمريرة باتجاه سفيان مرة أخرى التغطية برافو من جانب الخيبري جاي سفيان رحيمي التغطية من جانب حكم اللقاء يوقف اللاعب في هذه الأثناء بابي هذه الكرة اللي كانت بين تبقى لمصعة العين في جهة اليسار سفيان حولها وحاول لمصعة سفيان نجعي في التغطية أمام سفيان رحيم يصل كرة سفيان يحاول في الواحد على واحد أمام ودود تصل إلى سفيان محاولة من جانب رحيم حذاري من هذه الكرة داخل منطقة الجزاء سفيان سلطان الشامسي الخيار القادم على حساب سفيان رحيمي العين